آخر مباريات يمكن كان جريس المصطبة بعد الإصابة، أضاع أكثر من فرصة، ما ظهر مستوى، هذا ضغط اليوم عليه نفسي. شوف من أول فرصة ضاع ظل يفكر بيها، وخير مثال هو شوف آخر يمكن 10 دقائق ضيع الفرصة الأخيرة وبدل الكابتن أيوب. عندي بس نقطة أرجع للكابتن علاء عباس. علاء عباس أنا يمكن كنت أحلل بالقنوات من أجل رجع للجوية، كان مصاب هو وسوى عملية تأهيل إلى الطبي ما كان جاهز، على من إجا ما جاهز، إجا اشترك مباريات استعجل عليه الجوية في سبيل أنا أدري بي حتى يرجع للمنتخب، أثرت عليه سلبا، قوى المقاص للجوية وللمنتخب أيضا قوى، لكن مو على عباس لكن صحيح. قال الكابتن لو جاهز بدنيا يعني أهم شيء أنت بعد العملية هو الاستشفاء أو نقول التأهيل الطبي ما كان جاهز، وهي أثرت عليه المسكين هو، ولا هو لاعب جيد ضربات الرأس، لاعب عنده تصويبة تزيد من خارج المرمى، ولذلك إحنا مستغربين من هذا المستوى، لأن هذا مو على اللي نعرفه اللي كان بالزوراء أو بالمنتخب كابتن حيدر. وهذا شيء أكو نقطة أستاذ علي بالنسبة لعلاء، شوف الجمهور إذا زوراء إذا شرطة إذا جوية من يجي لاعب مثل علاء قيمته فالأنظار عليه يريدون ما يعرفون انه هذا عنده نقص تاهيل او ما جاهز، يريدون علاء يسجل. انصدم بالضغط اللي صار عليه من الجمهور، يعني من يجي جمهور وواضع ثقته العاليه بهذا اللاعب ويجي يظهر بمستوى مباراه او مباراتين يعني مو مستوى الطبيعي راح يفقدون الثقه به. هذا شيء ولد يعني انت الموسم الماضي عندك ايمن هداف دوري بالضبط طلع فعوضته على عباس بينما هو ما ظهر بالمستوى اللي ببال الجمهور، فصار ضغط ولدت حالات نفسية على الرجل.